لماذا قيل أن نانسي هيفا وإليسا سحبوا البساط؟ هذا شيء مش مظبوط. يعني إذا سحبوا البساط من تحت شو بقولوا أقدامك عم قصديها. يعني فينا نقول إنه سحبوا البساط من تحت أقدام وائل، عمرو دياب، راغب علامة، جورج وسوف. مش مظبوط. ربما بمصر تحديدا، بدي أقول لك ربما كان المقصود فيهم بمصر، إنه دخولهم على مصر كان بهذه بهذه القوة. أنا كمان وقتها دخلت على مصر عملت زوبعة مثل ما بتقول. نعم. كل المصريين بيقولوا إنه أنا عملت زوبعة. وبعضهم المصريين بيقولوا لبنان يعني نوال الزغبة. وهذا شيء بيسعدني كثير لأنه سمعتها كثير من الناس، وكثير بحب أسمعها من المصريين لأنه كثير صادقين قديش مهمة. قديش ما هن شايفين خدي عن سبع لبنان وخدي عن سبع عيلي خدي عن سبع عيلي 76%. نوال كيف علاقتك بهيفا؟ بتحكيها؟ ايه صديقة لإلي بحبها كثير. هيفا إليسا؟ إليسا لا صديقة مثلك. ولا خلص ما تكملي مثلك انه ما بتمر للشر عن جد. نانسي؟ انه نانسي ناتر لانه مش يعني قبل ما تنجح زارتني ببيتي وتغدينا سوا مع ناس اصحابنا وبس نجحت ما شفتها وما عدت لقيت فيها. مع مين اليوم من الفنانين اكثر شيء اصحاب؟ نجوى. مش جديد ولا قديم؟ لا نجوى بحبها من زمان وصارت علاقه وديه اكثر هلا. انا كمان ان شاء الله تتجرأ مثل نوال وتيجي تقعد على الكرسي معنا. دائما نجوى حذره مني والله من وراكم قد ما نقلت لهم صوره عني. وشو صوره؟ ها ليك ويني انا صوره؟ شو بالعكس في احلى من الواحد يكون. لماذا لم تدخل نوال الزغبي مجال التمثيل؟ ما قلت لي مين كمان اصحاب مين؟ نجوى ما رح اقول لك. لا عن جد مين؟ لا هيفا ونجوى كثير اصحاب انا وياهم. احلام كثير، ديانا